ربيش فيك يا رشا يا رب. شغالة جديدة يا عرام بيه. اوكي اسمك ايه؟ وزة سعادة الباشا. وزة. اوكي شوف وزة، اكتر حاجة يزعلني عشان ما تعملوش ابدا ان حد يشيل حاجة من مكانها يحطها في مكان تاني. ماشي يا باشا، بس طالما منك برضو تاخدني تلففني على البيت حتة حتة وتعرفني كل حاجة في مكانها فين. تاني اكتر حاجة يزعلني جدا الكلام الكتير. ما تخافش يا باشا، مش هتسمع مني غير كلمتين اتنين، تؤمر وحاضر يا باشا. اوكي يا عرام باشا، انا اجيب لك حاجه على الفرازه، انا اجيب لك اي حاجه. يلا ميرسي. خلي يا باشا. ميرسي نوح، يلا يقدر يمشي دلوقتي. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم نوح. تحت امرك. تعالى يا اخوانا عايزاك. هو الراجل ده يا اخويا ملوش عيله؟ عايش بطوله يعني؟ شغل اخر راحه. لا وانت استهدئ، قصدك شغل اخر قلق. ربنا يستر. من ايه بس؟ قلق ليه بس؟ الله، الباشا هو اللي بيعرف. تصدق ان انت راجل معفن؟ امشي ارغي الغور. يلا غور. السلام عليكم. وعليكم السلام، سكت السلامة. يس ايوه خلاص حصل. تأمر بحاجة يا عرام بي؟ ثانية واحد، انا اكلمك تاني. وزة، انت جيت هنا يعمل ايه؟ انت مفروض يقعد في المطبخ مش يتحرك ابدا.